لو كلمتنا عن يعني الناس برضو ممكن تسمع ما عندهاش فكرة عن الأبار دي بتعمل إزاي، تكلفتها قد إيه، بتتعمل إيه. أنا عارفة طبعا رحت قبل كده لأهالينا هناك، ناس جميلة وعندهم عزة نفس بشكل يعني ما شفتهاش في ناس كتير. يعني عزة النفس بتاعت أهل مطروح أو طبعا بدو مطروح أو عرب مطروح زي ما بيتقالوا في طبعا الأماكن دي بالذات، ناس عندهم شموخ وأخلاق وعزة نفس. فطبعا إن إحنا نساعد الناس دي أكيد يعني بتبقى ليها فرحة كبيرة قوي عند اللي بيساعد أكتر. اكيد طبعا. انا بس زعلان زعلان والله بجد ان في عكوف حاليا عن التبرع او المساهمه في ابار مطروح. لكن والله بجد انا املي في ربنا سبحانه وتعالى. يعني احنا اقل زياره لمؤسسه نبض الحياه لاهالينا في مطروح 120 بير، 120 بير تجميعيه لمياه الامطار. البير دي يا استاذه وفاء يعني بجد بالنسبه لهم هي الحياه، طبعا البير هو الحياه، نعم البير مصدر امل ليهم. البير التجميعيه لمياه الامطار ديت مؤسسه نبض الحياه بعد عمل بحث اجتماعي وبحث ميداني على ارض الواقع، بيروحوا كشافين من عندنا يبصوا على الحاله فعلا، وهل الحاله دي او الحوشه ديت، لان هم عايشين هناك في احواش. الحوشه الواحده يا استاذه وفاء فيها ما يقرب من حوالي 35 فرد. شوف بقى ايه، بتغطي او بتسد احتياجات كام فرد. شوف بقى ده بير واحده، ده بير واحده تجميعيه لمياه الامطار، وبير واحده كمان والله ما تكفي، والله ما تكفي الحوشه كامله. يا استاذه وفاء احنا عندنا هنا في القاهره وفي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، احنا عندنا مثلا لو انا محتاج حاجه اخبط على بيت اللي جنبي عشان اجيب منه الحاجه دي، تمام، هو احسن مني او اعلى مني، تمام، ورفعنا بعضكم فوق بعض الدرجات. طب هناك في مطروح محتاج بيميل على محتاج. طب ان كنت انا هروح مثلا النهارده هروح هناك على حد جاري، او هناك اروح فاتح البير بتاعته واملى منها ميه، طب ما هو اصلا محتاج ما هو للميه محتاج ديت. هو كمان. فكل واحد فيهم بيؤثر التاني على نفسه عشان يقدر يشرب اولاده او يقدر يتوضا او يقدر يعمل او يعمل او يعمل. فمؤسسه نبض الحياه بفضل ربنا عز وجل احنا بنجري على هناك، بنجري على المكان ده، على مكان الاهل اللي في مطروح ده، عشان نزم لهم ميه ربنا سبحانه وتعالى، غيث ربنا اللي بينزل لهم من السماء. وليه نلحقها في الوقت ده؟ وخاصه في الوقت ده نعم. بتقضيهم بفضل الله عز وجل 6 شهور. البير الواحده التجميعيه لمياه الامطار بتقضيهم 6 شهور. واحد منهم انا اتذكر اسمه الحاج فرج، كان بيقابلني يا استاذه وفاء هناك ويقول لي عارف، واقول له نعم، بيقول لي لما اشوف غيث ربنا، شوف قال ايه؟ غيث ربنا سبحانه وتعالى، غيث ربنا وهو نازل من السماء وينزل على الارض كده ويروح، انا بحس ان ابني بيموت. اقول له يا الله، يا طب ليه كده؟ ليه يا حاج فرج التشبيه ده؟ انت وجعت قلبي والله، وجعت قلبي. قال لي ايوه، ما هو غيث ربنا، نعمه ربنا سبحانه وتعالى اللي انا محتاجها عماله ضاعت في الارض وبتجري هناك على البحر. قلت له طب ايه بس انت زعلان ليه؟ قال لي نفسي يبقى عندي بير تجميعيه يعني الحق الرزق ده. اه والله أيوة. رزق ربنا سبحانه الحق. وتعالى. أيوة. شوف بقى احنا هنا عندنا، معلش، انا بصحى الصبح بفتح الحنفيه بلاقي الميه نازله لي، دي نعمه ربنا سبحانه وتعالى. بس فين شكر النعمه ديت؟ نعم، شكر نعمه ربنا سبحانه وتعالى، شكر النعمه ان انت تاخد منها او تعمل زيها لغيرك. اهلنا في مطروح يا استاذ وفاء والله بجد بالنسبه لهم البير ده هو امان، امان للحياه طبعا بتاعتهم. دي ميه، هم انت عارف حضرتك، كان عندنا واحد ماشي بالكروزه اللي هي العربيه الكرو، أيوة بيروح أيوة. يجيب عليها في الجراكن ميه، يا اما بيروح يملى من المكثفات هناك، يا اما بيروح على بير تانية يملى منها. طب بيروح في اليوم كم مشوار؟ 3 4 مشاوير. في واحد في مره الجيركن وقع منه من على الكروزه ديت، وقع واتدلع. انت انا عايز بس كده حد كان يبص لشكله، شوف المشهد يا وحزنه على الله. الميه. وايه بقى في اليوم مشوار واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، كل ده هم. بينام بالليل يا استاذه وفاء بيحلم ان ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليه باحد الساده المنفقين ان شاء الله انه يعمل له بير تجميعيه لمياه الامطار. طب بيبدا رحلته الصبح بايه؟ برحله بحث عن الميه، يدور هنا ويدور هنا ويدور هنا. البير التجميعيه لمياه الامطار انا ممكن دلوقتي، معلش يا جماعه، زي ما طلب كليه الصيدله جامعه الازهر يعني ربنا سبحانه وتعالى وفقهم انهم يعملوا معانا وصلات ميه في هنا، انا بقول يلا يا جماعه جروب على الواتساب حالا، كل اللي تعرفهم، كل اللي تعرفهم اعمل جروب كده على الواتس وقول يا جماعه يلا بينا نعمل بير تجميعيه لاهلنا في ايه؟ في مطروح. ونسميه بقى بير احلى صحبه، احنا معانا بير احلى صحبه، بير احلى عيله معانا والله، انا افتتحناهم بفضل الله عز وجل. نفسنا نتجمع كده، يعني عمل الخير هيجمعنا.